تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية داعماً أساسياً لقطاع الصحة بإقليم سمارة، حيث خصصت محوراً خاصاً بصحة وتغذية الأم والطفل في إطار برنامج الدفع برأس المال البشري للأجيال الصاعدة. وفي هذا الإطار رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعماً خاصاً لهذا القطاع بلغ ما يناهز 4 ملايين درهم. هذا القطاع استفاد من عدد من المشاريع خاصة في مجال في إطار برنامج مواكبة الأشخاص بوضعية هشاشة، حيث تدعم المبادرة عدد من الجمعيات التي تتكفل بمرضى القصور الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة. تم تزويد مصلحة الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي بمختلف الآليات والتجهيزات التقنية وأدوات الجراحة وفقاً للحاجيات المعبر عنها من طرف مصالح المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وتشمل معدات طبية مخصصة لمصلحة الأم والطفل وأجهزة التحاليل البيوكيماوية وقياس خزان السكري وأدوات الجراحة الخاصة بالولادات المتعسرة، بالإضافة إلى تجهيز قاعة للرضاعة الطبيعية والأنشطة التحسيسية لفائدة النساء في سن الإنجاب والحوامل والمرضعات.